راعب الناس ولسه شاددهم المداح ضيف تفاعلكم وبين الحشاشين والصديقات زوزان نجم الدين تطل هذا الشهر وعبر الدار مريتا الحلاني تشارك في موسم رمضان. أهلا بكم. سوزان نجم الدين فنانة سورية لكن فنها شفناه في سوريا وخارجها، والسنة مشاركة في العمل المصري المنتظر واللي عامل ضجة كبيرة الحشاشين، ومن كم يوم تحديدا بس ظهرت شخصيتها آلينار. أنا غريب. وإنتي؟ وأنا ميسون. أنا آلينار. تعطي هنا أساس كل شيء. إنتي بقى رئيسة الجواري هنا؟ وإنتي اسمك إيه قوليلي؟ أنا على النار طول ما انتو هنا تعطي أساس كل شيء. الأنوثة نعمة بتتولد بيها كل بنت، لكن مش كل بنت بتعرف تكون أنثى. إزاي؟ لما آلينار تتكلم محدش ينطق. تعرف يا آلينار إن طلبات سيدنا مش بسيطة. على قدر الرجال تكون طلباتهم. سيدنا عايز يصنع حريات، بنات جميلة عادية تحولها لحريات في الشكل والكلام والنعومة والخيال وكل شيء. أوامر سيدنا تتحقق على طول. سوزان هذا الموسم كمان مو غايبة عن الدراما السورية ومشاركة في بطولة مسلسل الصديقات إلى جانب النجمات صباح الجزائري، صفاء سلطان، نزل الرواس، وإمارات رزق، وديمة جندي وغيرهم. اسمع يا معتصم، اللي صار لهلأ مع نادي بكفي. أخذتوا أكثر من حقكم، هذا إذا كان لكم حق. إذا فكرت تزيدها ساعتها رح اضطر دافع عن اختي مثل ما انت عم تدافع عن اختك، بس بشراسه اكبر. شو بلا رامز بيك، ولو انت قد وقدود ما في شي بيصعب عليك، السيره رزقتها كثير كبيره. بعدين يا سيدي اذا ما بدك تعمل تسويه على المخالفه فيك تحكي مع اللجنه، اذا بتقدر تجيب موافقه على بناء نظامي بيكون احسن واحسن. وهيك مثل ما عم اقول لك، حابه ارجع بزنس زمان، خاصة انه عم بيجيني شغلات كتير مهمة ورزقتها كتير حلوة. قلت لحالي حرام غير رامز بيك يستفيد، انت بتضلك غالي. انت اللي بزمانك وقفت الشغل، هلا شو الاسباب ما بعرف بالضبط. قلتي يمكن اكتفيتي. اكتفي؟ ومعنا في الاستوديو الفنانة سوزان نجم الدين. اهلا فيك يا سوزان، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة ان شاء الله، وكل امهات العالم بالف خير. صحيح، اليوم ايوه اليوم يعني عيد الام، فطبعا كل عام والامهات يعني بالف خير، وامي تحديدا بالف خير كمان. يعني كمان ببعث لها تحية معي. بالضبط، نحن نخص امهاتنا كمان، امهات العالم. أكيد. طبعا كلهم. طيب اول شيء ارفعي ايدك عشان الكاميرا تاخذ الاصابات اللي عندك اياها. اوكي. ايوه بالضبط بالضبط. هذه اصابات عمل، ايش صار فيكي؟ لا عادي، يعني كنا عم نعمل مشهد فيه عنف شوي، و في المسلسل في الحشاشين. في الحشاشين. أيه. وكان في بروفا على المشهد بالخناجر وهيك. وبعدين غلطة يعني مش مقصودة أكيد، يعني بالبروفا. أيه. كسر الخنجر بإصبعتي فانقطع الوتر وانكسرت العظمة، وعادي تاني يوم عملنا عملية الحمد لله، وثالث يوم صورنا وخلصنا ورجعت سوريا وكمل تصوير بسوريا. الحمد لله على سلامتك. طيب يعني هذه أضرار جانبية للأعمال. الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب بس الحشاشين هو العمل يعني خلينا نقول اللي كل الناس كانت منتظرته يمكن قبل رمضان، وطبعا تعرضت الحلقات ومش عارفة إيش، أول ظهور لك اسمك على طول طبعا ترند، تفاجأوا الناس بظهورك ودورك والكلام هذا كله، كيف جات مشاركتك في هذا العمل؟ والله كنت سعيدة جدا باختيار المخرج المتميز دكتور بيتر ميمي لألي بهذا العمل. أنا كنت شغلة معه سابقا مشهد واحد بس، مشهد ماستر كتير مهم بمسلسله الرمضاني قبل هيدا،
وبعدين طبعا قريت وانبسطت كتير لأنه عمل ضخم على مستوى عالمي يعني وعلى مستوى الإنتاج، على مستوى الإخراج، على مستوى الكتابة، على مستوى النجوم، من كل النواحي عمل متكامل. ونحن دائما مندور على هيك عمل وحلمنا يكون العمل متكامل من كل النواحي لحتى نكون فيه ولو ضيوف، لأنه ما مهم بهيك عمل قديش حجم الدور، مهم أنك تشاركي ولكن بدور مؤثر أكيد. أيوة، بس أنت عارف أنه صار طبعا بغير موضوع أنه التاريخي، الجزء التاريخي والشق التاريخي والأمور هذه كلها، صار في جدل على موضوع اللهجة، استخدام اللغة العربية الفصحى أم اللهجة. أنت طبعا بنت يعني الأعمال التاريخية وبنت هذه البيئة اللي بتطلعوا باللغة العربية الفصحى، كيف حسيتي؟ كنتي مع أي فريق؟ أنا مع خيار المخرج أكيد، يعني أوكي. اختار المخرج فأنا بدي احترم خياره وبدي امشي مثل ما هو بده، أكيد عنده رؤية معينة لهذا الشيء، بده يوصل يمكن الرسالة لأوسع أو بدي أقرب هدول الشخصيات التاريخية للناس أكثر، أكيد عنده وجهة نظر بهذا الشيء وأنا بحترمه كثير. طب بس يعني أنت مثلا لو جو يقولوا لك إنه الأعمال السورية التاريخية اللي بتقدموها تقدموها باللهجة السورية، تعتقدي هذا أمر صحيح أيضا؟ حيكون كل شيء بوقته حلو، ممكن يكون مبرر بعمل معين. اوكي اوكي، يعني انت بتلاقي العذر ل انا بتبع المخرج، وخاصه اذا مخرج متمكن ومتميز وعرفان ادواته وعرفان شو بده تماما، مثل دكتور بيتر ميمي، فاكيد بحترم كل خياراته. طيب بعض الناس قالوا كمان ان المسلسل فيه مبالغات، هل شعرتي بهذا الشيء؟ او ما فينا نعرف شو المبالغات، لانه التاريخ الحديث ما عم نعرفه نحن، لا نعرف التاريخ القديم. هو أصلاً هذيك الفترة كان فيها جدل كتير واسع حول هاي الفرقة الإرهابية مثل ما بيقولوا، ما حدا بيعرف الحقيقة الكاملة. هي وجهات نظر. أيوة. تقدم، أنت علي، في ناس ترفضها في ناس تقبلها، في ناس متعمقة في التاريخ أكتر ممكن يطلع معها أشياء أخرى. أيوة. وفي ناس بعد المشاهدة أصلاً حيروحوا يدوروا ويتعمقوا أكتر يمكن في الموضوع ده. بس أنت كمان عندك النقيض تماماً من مسلسل آخر الصديقات. صحيح. نقيض تماماً. صحيح. يعني هذا إيش؟ صحيح. إيش ظروف هذا العمل؟ بالصديقات دوري البنت الجدعة سوزان، إذا فيك تقولي، يعني اللي بتحب رفقاتها، اللي بتحب الخير، طيبة. الحين احنا بنتكلم على أي سوزان فيهم؟ على سوزان عبير، عبير الصديقة. عبير، ايوه، بس لأنه دوري بس سوزان الحقيقية جدعة وتساعد صديقاتها. الحمد لله. وكمان الصفات، كل الصفات الحلوة اللي قلتيها حبيبتي، فعبير جزء من سوزان. اوكي. أما ألينار شريرة جدا. أيوة، يعني طبعًا. الشر تبعها لسه جاي لقدام. أيوة، يعني أيوة، أيوة. باين. فأنا حبيت، أنا بحب كثير الأدوار المركبة والمتباينة والمتناقضة والمختلفة، بحب إني أظهر بموسم واحد، وصدفت أني ظهرت بهذا الموسم بشكلين مختلفين، أدائين مختلفين، عملين. لا شفنا، أنا كنت بقول لك حتى قبل الهوى عن مربى العز السنة الماضية. أيه. أنه يعني قد إيش دورك كان حلو. أيه. فيه يعني جواهر. أيوة، وقد إيش أنه يعني ساعة بتحزني عليها، ساعة نفسك تضربها. صحيح. مش عم أنت عارفة إيش تسوي فيها. هي يعني إنسانة ظلمت فظلمت. أيوة بالضبط، فيها كمية تناقضات. صحيح. كبيرة. بس أنا سمعت أنه خلال تصوير صديقات، وأعتقد أنكم لسه الصديقات لسه بتصوروا يعني وكده. أيوة. حالتك النفسية كانت جدا سيئة. مين خبرك؟ العصفورة. العصفورة. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. المهم النتائج، النتائج حلوة ومرضية والناس مبسوطة فيها، فكل التعب بينتسى. الحمد لله. يعني الكواليس صعبة شوي، زملائك، زميلاتك، لا لا، في شوية كواليس يعني. يعني قلنا نحن 10 أشهر عم نصور بهذا العمل. أيوة. هي لحالها كافية مشان تعرفي قديش يعني مو سهل انك ترتبي بعمل 10 شهور يعني. صح. ولكن الحمد لله نتائج. وعمل كذا المفروض يخلص في الاوقات العاديه في وقت طبيعي، 4 شهور، ولكن يعني اوكي تاخرنا لاسباب، لانه ما شاء الله كمان في ممثلين كثير ونجوم كثار وكل واحد مرتبط باعمال، فطبيعي انه يتاخر لهالوقت. وصحيح انك اعتذرتي عن مسلسلات اخرى عشان المسلسل هذا؟ اي اكيد طبعا. ايش اعتذرتي عن ايش؟ والله حوالي 3 مسلسلات برمضان وفيلمين سينما. أوف. أي ما قدرت ارتبط فيهم لأنه أوريدي أنا بس التزم خلص يعني. بس إيش تقدر تقولي لنا إيش هذه الأعمال؟ ما بدي أذكر أسماء لأنه عم تنعرض هلأ. طب إيش بتتابع مسلسلات؟ والله ما صار لي بصراحة تابع مسلسل يعني حلقة كاملة لأنه عم صور لسه. ولكن يعني عم شوف السوشيال ميديا أحيانا. يعني شفت شوي من تاج، شوي من ولاد بديعة، شوي من
العربجي شوي من. إيش رأيك؟ شيء حلو، شيء بيرفع الرأس. يعني جد. في عودة للدراما. الحمد لله. السورية. في دراما عودة قوية. السورية. دراما السورية دراما قوية جدا، ولكن بدها مناخ صحي. أيه. لحتى تبرز أكثر ولحتى تكون مرتاحة بالعطاء أكثر. أيه. بس رجعتوا الآن يبدو إنه الأمور يعني زي ما يقولوا ترتبت شوية وكذا. أيه. ورجعت الأعمال. السنة الماضية كنت مع رشا في رشا شربتجي طبعا. صحيح. المخرجة الرائعة في مربى العز. زعلت إنه السنة ما أخذتك في ولاد بديعة؟ أنا بحب أشتغل مع رشا لأنه بحس أنه معه بتبين إمكانياتي أكثر. وهي بتشتغل على الممثل بطريقة كتير حلوة. وأنا بحب المخرج اللي بيقودني، يعني بحب أني يدير ظهري، حس أنه أنا بأمان. وهيدا المخرج خلاص أنا مسلمته نفسي وبيعرف كيف يطلعني. أيوة. فرشا من هذا النوع بحب أشتغل معه، لأنه الناس كلها جالسة تتكلم على دور سلافة معمار يعني وكيف أدائها وكذا. تحس أنه أنت كنت تحبي تكوني مثلا تعملي هذا الدور؟ سلافة طالعة رائعة جدا، حضرت لها كذا مشهد، وإذا ما كنت بهذا الدور أكيد حكون بغيره. من حين نفسي مثلا أحد يقول لي إنه إيه والله نفسي كان في هذا الدور مثلا، ليش ما تعترف؟ لأنه أنا ما حضرت الدور لسه. أوكي. تبي تكملي كله؟ أنا بالعموم قلت لك مع رشا بحب أشتغل. بالعموم يعني. أوكي. وكمان أنت مع رشا كنتوا في لقاء مع الرئيس بشار الأسد، حضرتوه. صحيح. مع مجموعة من الفنانين، إيش الأشياء اللي دارت في هذا اللقاء وليش هذا اللقاء في هذا التوقيت الآن؟ توقيت أكيد كان مناسب للسيد الرئيس ولأشغاله ولوقته، أكيد عنده استراتيجية معينة بهذا التوقيت. وهي مو أول مرة بيلتقينا السيد الرئيس. أوكي. يعني عدة مرات التقانا خلال فترة حكمه. ودائما مهتم بالدراما وبالفن والفنانين وبتطور هاي المهنة وهي الصناعة المهمة. فاجتمعنا وطرحنا مجموعة من الهموم، مجموعة من المشاكل اللي نحن عم نعاني فيها مثلاً. سواء الرقابة، سواء العمل الصعبة، سواء استيراد أجهزة، سواء أشياء كتيرة بتساهم في تطوير هاي الصناعة، في خلق مناخ صحي للإبداع. السيد الرئيس كان متجاوب كالعادة، دخل معنا بتفاصيل كتير بحوارات دقيقة جدا. وطلب مننا ورقة عمل، وهلأ عم نشتغل على ورقة العمل وحنقدمها. بتشتغلوا عليها كمجموعة؟ كمجموعة صحيح. عملنا جروب الفنانين اللي كنا موجودين. أوكي. وكل واحد طرح الأشياء اللي نقالت عند السيد الرئيس. هل عرفتوا منه مثلا هل بيتابع أي أعمال معينة؟ هل ذكر أعمال معينة عجبته؟ لسه نحن قبل رمضان يعني. أوكي. قبل رمضان بيوم رحنا. فأكيد ما كان في لسه لا، بس أنه من قبل مثلا بيتابع. ذكر شيء بيتابع. أي بيتابع ومهتم حسب وقته طبعا. فحنقدم الورقة وإن شاء الله حيكون في شيء مثمر. بس كان ملاحظ أنه ما كان في ستات كتير، مع أنه يعني أنتم ما شاء الله النجمات السوريات كتار. يعني ما شاء الله عليكم. يعني ليش؟ ما بعرف. ما تعرفي؟ ما أنت مسؤولة عن قائمة الدعوة؟ لا أكيد. لا أنا اندعيت ورحت ولبيت الدعوة بكل سرور، وكان لي الشرف والفخر بهذا اللقاء. وكلكم تكلمتوا في الموضوع وكذا. مواضيع فنية. تكلمنا كلها فنية. أوكي. هو بشكل عام كان في الفترة الأخيرة دعوات أنه للفنانين كلهم السوريين، وأنه تعالوا ارجعوا للبلد. صحيح. إيش رأيك في هذه الدعوات؟ جدا معه، لأنه السوريين هذا وطنهم. سواء كانوا معارضين أو مؤيدين أو أيا كان وضعهم. بلدهم سوريا، أمهم سوريا. أيوة. وأعتقد السيد الرئيس أكيد وقالنا أكثر من مرة أنه برحب بعودة الجميع، برحب بعودة أبناء الوطن شو ما كانت خياراتهم، شو ما كانت آرائهم، مهما كان ليفل معارضتهم أو حتى مستوى معارضتهم. أيه. خلال الأزمة. أنت بتلتقي طبعا أنتوا يعني كثير من الفنانين أصلا، يعني بشوفكم ما شاء الله حتى أحيانا في أعمال بتكونوا متعارضين سياسيا وكذا. صحيح. لكن بتكونوا موجودين في أعمال، بتلتقي معهم، بتعبروا عن آرائكم. أكيد. بتختلفوا أكيد أكيد. التقيت مع الكل أنا بهذه الفترة. أوكي. مع الكل. مين يعني؟ مين شفتي مثلا؟ يعني شفتهم كلهم. مين؟ أوكي. بدك أسماء قليلي. شفتهم كلهم. ودائما بنحكي ودائما جمال سليمان التقيت فيه بالجوي أوردز، جوي أوردز ماكسيم. أوكي. ومجموعة كبيرة كلهم. ماكسيم خليل. بالأخير بالأخير الفن بيجمع. السياسة بتفرق، ولكن الفن بيجمع والإنسان هو اللي بيغلب. كل واحد بيحب بلده بطريقته.
أنا أحترم هذا الشيء. أوكي طيب جميل هذه النتيجة. الآن أنت كان عندك قبل فترة أزمة أنه تدخلي أمريكا وكذا بسبب القرارات ترامب وأولادك أنت عايشين في أمريكا والكلام هذا كله. الآن دحين الانتخابات دايرة وفي احتمال يرجع ترامب، مصيبة. إيش حتعملي؟ والله مصيبة ما بعرف، يعني على الأقل هلأ صار في خيار أنه الأولاد بيقدروا يطلعوا. أوكي. هذا الشيء كتير منيح. أما قبل بالخمس سنين اللي كانوا لا كانوا بيقدروا يطلعوا، أنا ما بقدر فوت. أيوه. فهون كانت الصعوبة. أما هلأ على الأقل أنا ما ضروري روح، يقدروا الأولاد يعني نص مصيبة مثل ما بيقولوا. أيوه. طيب خليني بدي أسألك سؤال كمان. في انتشرت قبل فترة صور لك وصارت انتقادات طبعا ما شاء الله عليك أنت يعني أصلا ترند ودايما كده موجودة في الأشياء. خلينا هي الصورة موجودة من عزة بتشوفيها على الشاشة الآن أو حاطين لك إياها. هي موجودة هنا. لفينا الاستوديو كله أنا وأنت وحنا طالعين من عزة، طبعا شقيق الفنان الكبير أحمد حلمي يعني طبعا الله يرحمه. وقالوا الناس انه لبسك ما كان مناسب للايفنت. مزبوط معهم حق بس انا للاسف كنت عم صور من المدينه الجامعيه وما كنت جايبه ثياب، فكان لازم لبي يعني واجب العزاء. كان لازم، حسيت انه يعني انه اسود. ما توقعت يصير هذا الانتقاد الكبير لانه يعني فتت يعني ما قعدت خمس دقائق وطلعت. ما توقعت يصير كل هذا الجدل ويتالف عليه قصص طويله عريضه. فهي ببساطة أنه أنا كان عندي تصوير وكان أني ألبي واجب العزاء أهم من أنه شو لابسي. على الأقل لابسي أسود مو ملون، يعني لو ملون كنت بدي لاقي شيء، وما كان في وقت. يعني خلصت المشهد بسرعة ولبست ثياب وطلعت. أيوة. طيب إيش عندك في المستقبل؟ إيش خط يعني مثلا بعد ما تخلص الصديقات؟ بعد ما خلص الصديقات إذا خلصت الصديقات عشر لا ان شاء الله بخلص على خير. شفتي شو صار؟ وقع شيء على السيره. حنخلص ان شاء الله. واضح ما حتخلصوا. لا لا ما انا عارفه كيف اخذتي في الخير هذا. لا ما بعرف ان شاء الله. انا كل شيء باخده خير. ايه اوكي بس يعني يصير ضربه في كده ما حتخلص الصدقه. لا بدنا نخلص ان شاء الله. طيب ايه عموما صديقات يعني حلو كثير والفيدباك رائع وانا حابه كثير عبير والبنات كلهم شاغلين بطريقه عظيمه يعني. بدي اوجه لهم تحيه لمجموعة الفنانين والفنيين بالصديقات والفنانين والفنيين أكيد بالحشاشين. بدي استراح، بدي استريح، أخذ استراحة، استنشق الهواء. طلق في دبي. في حلو. مصر. حلو. في أمريكا قبل ما يجي ترامب. في لبنان. يعني أعمل جولة وعم بقرأ. أوكي. عم بقرأ غالبا. عندي عمل حاكين على عمل في تركيا غالبا. أوكي تركيا. عمل تركي معرب ولا؟ لا مش تركي معرب. أوكي. انتاج كويتي وحيصور في. طيب اوكي احنا بنشكرك جدا على وجودك معنا اليوم، نورتينا سوزان. شكرا كثير لك. يعني انا احبك على المستوى الشخصي. انا بحبك يعني كثير، انت بتجنني. وطبعا على المستوى الفني ما يحتاج اقول يعني حبيبتي. شكرا يعني كثير سيده الدراما كتير. فنانه يعني طبعا قديره ما تحتاجي رايي يعني. انا حبيبتي رايك بهمني كثير وشكرا كثير للقاء وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. شكرا لك نورتينا. أهلا من جديد. في 2021 طلع علينا النجم حمادة هلال بشخصية المداح للمرة الأولى. عمل مختلف وغريب وبصراحة كان في علامات استفهام وقتها إنه هذا العمل يعني هل العمل أو قصة من هذا النوع ممكن تنجح ولا لا. بس سنة بعد سنة أثبت حمادة هلال وكل صناع العمل إنهم عرفوا يوصلوا للتوليفة اللي تخليه مسلسل مو بس ناجح، لا المسلسل كمان صار له جمهوره الخاص، شيء كده مثل يعني أتباع المداح. السنة حمادة هلال بيقدم المداح العودة وهو الجزء الرابع، ودوز الرعب والجن والشياطين في كل جزء عاد بيعلى على الجزء اللي قبله. الوقت ده وقتنا يا صابر. اللي عملته فيه مش هيعدي بالسهل. الحرب اللي بدأت دي يا الله ما حدش هيقدر يوقفها. قدام قزح بيخرجوا دلوقتي واحد ورا التاني. مش هتقدر تقف قصادهم بصراحة. لما بدخل حياة أي حد بدمرها بخليه يتمنى الموت. مش هتقدر يا صابر. وطول ما أنت مكمل هيفضل الموت مكمل. وحشتني يا صابر. احنا بينا طار قديم لسه مخلص. ما يتحس ان انا عايش في غربه وسطها.
المسلسل محقق نجاح ونسب مشاهدة عالية جدا، لكن على السوشيال ميديا كمان عامل حالة خاصة، يعني سببها كمان واحدة أو واحدة من أسبابها خلينا نقول الأغنية. أكيد كتار منكم سمعوها أونلاين، بس اللي ما سمعها خلينا نسمع لكم مقطع منها من سيارة حمادة وفريق العمل. الأغنية يعني للموسيقي كريم عبد الوهاب والشاعر أسامة محرز، وهي نزلت من هنا وطبعا صارت فايرل، خاصة أنها تشبه لحد كبير تعويذات يعني استحضار الجن، يعني الله محفظنا يعني. نغنوها عادي. مسموح ايه؟ وما خدوا اسمي من عندهم ولا ايه؟ خلينك لابس لقيناك راسي. الموضوع كبر لدرجة أن صناع الأغنية طلعوا يتكلموا كيف عملوها، وتكلموا عن الـ AI اللي استخدموه عشان يخلوا الأغنية تعطي هذا الانطباع. طيب احنا معنا من القاهرة النجم حمادة هلال المداح بذات نفسه، أهلا فيك معنا يا حمادة، وكل عام وانت بخير، أولا بمناسبة طبعا رمضان، وثانيا عيد ميلادك كمان. كل سنة وانت طيبة يا سارة، و وما تحرمش منك طبعا، ومعايدة عليا جميلة منك، وكل سنة وانتم طيبين كلكم والله، والحمد لله ان انا بحتفل النهاردة معاكي اول هوا ليا بنجاح المسلسل الحمد لله. لا حمادة ما شاء الله عليك، يعني فعليا 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 اول موسم، يعني احنا ما صدقنا اول شيء، وعمل حالة خاصة اول موسم، بعد كده ثاني موسم ثالث موسم، يعني ما شاء الله. انت ايش اللي خلاك تحس انه لا للحكايه تكمله او للقصه تكمله؟ والله انا يعني انا المداح ده كان حلمي من سنين، من بعد حتى مسلسل ولي العهد وايام فيلم عيال حبيبه، كان نفسي اعمل شخصيه المداح دي لان انا كنت حبيبها قوي. فبعد طبعا خناقات كبيره ان انا اعمل مداح كان الجزء الاولاني، ولما اتعرض فالناس حبت الفكرة، فأنا عندي جوايا اللي أنا عايز أعمل أصل المداح كفكرة تمشي زي ألف ليلة وليلة، أساطير بس أساطير واقعية. فالحمد لله ما كانش بالنسبة لي لوحدي الموضوع ده، أنا بالنسبة لي إن هو بنا مع أخويا المخرج الأستاذ أحمد سمير، المخرج الكبير العبقري اللي عامل مجهود غير عادي، الأستاذ أمين جمال المؤلف، والأستاذ شريف أبو شريف يسري، وأستاذ وليد أبو المجد، دول إخواتي أنا بعتبره ده المثلث النجاح يعني من عند الله يعني. طب وأنت شفت الحق؟ عندنا شغف كبير في الأفكار. كمل كمل معاك. بس فكان عندنا شغف كبير قوي ان احنا نعمل مداح، وتحدي اكبر لان انت من جزء تاني تالت رابع، ده موضوع طبعا خطر جدا.
يعني ان انت تعمل اربع اجزاء ورا بعضيهم مخاطرة غير عادية. صح. بس بفضل ربنا وربنا شايف تعبنا ومجهودنا فبيكافئنا بنجاح اكبر واكبر كل شوية الحمد لله. طيب انت شايف الحالة اللي عاملينها على السوشيال ميديا، شايف التعليقات، شايف الميمز اللي بيحطوها عليك، انت متحول لنجم على السوشيال ميديا. الحمد لله. لا بص، هو السنه اللي فاتت ابننا جه دي كانت قلب السوشيال ميديا. لا ده يا ابننا جه دي كانت يعني كانت عجيبه دي الدنيا. كان السنه دي لقيناك حابس. طبعا في ناس عماله تطلع شائعات تقول لك دي تعويذات للجن، تعويذات للجن. كان زماننا اتحرقنا احنا واصحابنا واحنا رايحين بالعربيه. لكن لا، ما فيش الكلام ده خالص. هي غنوه كتبها فعلا محرز والفها تاليف موسيقي كريم عبد الوهاب اللي عمل موسيقى تصويريه رائعه بصراحه، فعملوا افكار جديده ونجاحها كبير جدا الحمد لله، كان مفاجاه بالنسبه لنا مع الناس. وبصراحه الموسيقى التصويريه السنه دي مختلفه. وكنا يعني الحمد لله السنة دي عشان ان احنا نعمل للناس مسلسل احداثه كتيرة، فكان كل احنا عندنا كل اسبوع نجم بيعمل دوره، فدوره في كشطان يعني. ايوه. زائد ان احنا معانا وسعيد بالمشاركة الكبيرة مع الاستاذ النجم الكبير استاذ فتحي عبد الوهاب اخويا، واللي بجد اضاف للمداح اضافة كبيرة قوي، ودياب وحمزه العيلي. أيه. وكل النجوم المداح الاساسيين الموجودين اللي انا يعني مش 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 يعني طبعا. أيه. وصار الصايغ وهبه مجدي وخالد سرحان حماده على العموم الاستاذه حنان سليمان. بما انه دخلنا في هذا الجو يعني، فخليني كمان اقول لك انه يعني كثير ناس جالسه تسال انه حماده هلال بعد كل هذه الاجزاء هل فعليا بيامن بالجن والقصص هذه؟ احنا شفنا، خلينا عندنا فيديو فيه رد شويه نشوفه منك لحظة. كل سنة طيبين، وحشني. أنا بس برد على كومنتات الناس اللي سألتني، في كومنتات كتير قوي ناس بتسألني عليها، بس الكومنت ده بالذات إن بيقولوا أنت مؤمن بالحاجات دي وأنا مش مؤمن. طبعا أنا مؤمن بكل حاجة كتبها ربنا في القرآن الكريم، بس بيقولوا ظهور، هل ظهور الجن ممكن يظهر لأي بني آدم؟ دي أنا معرفش، الله أعلم. بس أنا مؤمن إن ممكن الحاجات دي تحصل. بس يعني فاحنا دايما دايما يعني نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. يبدو لي فتحي عبد الوهاب كان عامل لكم جو في الاستوديو. طبعا هو عالمي. هو يعني بصراحه كواليس فتحي غير التصوير، هو إنسان يعني ربنا يحميه ويحافظ عليه دايما يا رب. بس حمادة أمانة أنت ما بتخاف؟ في فرق من الخوف وفي فرق أن أنت تبقى يعني تبقى ممكن تتوتر شوية، بس هو طبيعي يعني. الحمد لله أنا بخافش من حاجة. لو أنا بخاف ما كنتش عملت ولا جزء أصلا. ما كنتش قربت الفكرة المداح والأفكار دي، لا خالص. أنا ما بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. وفي الآخر إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل عمل ممكن يبقى فيه مسج، رسالة مهمة نعرفها للناس وتبعد عن الدجل وتبعد عن الناس اللي ممكن تأذي وتعمل. وفي نفس الوقت في بنبين قد ايه الحدوته بتاعتنا تبقى واقعيه شويه يعني. ايوه. بس ما هو انت تخاف تكون بتستقطبهم جالس. ايه بستقطبهم ليه بقى؟ انت عايز يعني تستقطبي دلوقتي؟ لا 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 دلوقتي لا. احنا على هوا. احنا على هوا. لا لا احنا على هوا يعني، لو احنا متسجل. لا لا. طب يلا. لا لا الله يخليك الله يخليك. لا لا ارجوك. شو بيقولوا دي؟ ارجوك ارجوك انا يعني. لا 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 اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا. بس احنا في الاخر احنا يا ساره احنا بنعمل احنا بصي عشان احنا بنعمل مسلسل الناس حابه ان هي فكره مسلي في الاخر طبعا، واحداث كتيره والواحد فرحان ان نجاحه بيزيد كل شويه وبيعلى. لكن احنا ما عندناش جوانا ان احنا نخوف الناس او مش عارف ايه، لا خالص. احنا في الاخر هو مسلسل بسيط
ممكن يبقى هو الشقة الكبيرة علينا احنا. المسلسل ده بجد انا 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 ما بنامش يعني. انا بكلمك دلوقتي انا جوه اللوكيشن، انا بقالي مثلا واحنا النهارده ما شاء الله 11 رمضان صح، يعني داخل علينا اهو كل سنه وانتم طيبين. فانا انا ما بنامش يعني، ولسه بنفضل نصور لغايه ان شاء الله يوم 27 رمضان. اوف. وبادئين بقالنا بتاع 4 شهور، وبنسافر في سافرنا بلاد كتيره جدا، اسوان وسيوة وبرولوس وكلها طبعا هنا في مصر. احنا ما سافرناش السنه دي، أيوة. السنه اللي فاتت بلاد تانية، بس كنا قاصدين ان احنا بنتكلم عن الحضاره المصريه. طب حمادة، بما أنك أنت ذكرت الصعوبات دي، أيوة أيوة، هو لا هو واضح أنكم أنتم بتلفوا بتوروا أماكن جميلة يعني في مصر، بس خليني كمان نعرض عندنا كليب يمكن الكواليس. حاضر. عايز تشوف آخر يا صابر؟ لسه؟ بعد كل اللي شفته ده ولسه؟ أختك حبيبتك ماتت بعد ما قتلت بنتها، وقعتك من الطيارة جوه مخك، ممكن أقتلك كمان جوه مخك، أخليك مكذوب، اللي بيني وبينك طار، وأنت رحمة من كتابك، اسمك الأعظم، حق حالين، تافه إنصاف. انزل انزل يعني لا واضح انه الامور صعبه. مش قوي يعني، والله هي كواليس جميلة وبنحاول يعني نفوق نفسنا كده ونخرج برا المود يعني. لا بس الله يعينكم إن شاء الله يعني، الله يعينكم على التصوير يعني، واضح أنه عندكم لسه أيام كثيرة وشغل كثير، بس يعني على الأقل بتشوفوا النتيجة من الناس يعني على الفور يعني، شايفين ما شاء الله يعني تأثير العمل. بس حمادة كمان هذا الجزء فيه مفاجأة تانية اللي هو ظهور ابنك معاك، خلينا نشوف مقطع. أيوة. وكمان نرجع نتكلم عنه. كيف جت كيف جت مشاركته؟ والله بصي انا اكتشفت ان هو قرا الورق من ورايا. اوكي. قصه بقى بجد يعني. قرا الورق من ورايا، هو نفسه يمثل بقاله فتره. اوكي. عايز يمثل باي طريقه، وانا بصراحه يعني مش عايز حاجه تبعده عن الدراسه والتركيز في دراسته الاساس، بس عارف ان هو عنده شغف للتمثيل. ففجاه لقيته بيقول لي اخبار داوود ايه؟ قلت له داوود ايه؟ قال لي انا قريت الورق. قلت له طب قريت الورق ليه؟ قال لي انا نفسي اعمل دور داوود، والدور ده دور صعب جدا، وانا ما اقدرش اقنع احمد سمير، لان وارد ان انت تكون ما عندكش خبره تمثيل فممكن تعمل حاجه غلط. قال لي انا موافق، اروح لاحمد سمير يشوفني، لو ما وافقش خلاص انا موافق. احمد سمير شافه وعمل شويه الحركات، احمد سمير قال لا انا عايزه. قلت خلاص ربنا يحميك ويحفظك، رغم ان الدور انا كان بالنسبه لي دور صعب قوي. فكنت مشفق على اي طفل هيجي يعمل الدور ده، فجاه يعني يبقى ابني. فالموضوع الحمد لله بس عدى على خير وعمله كويس بصراحه. ايوه. يعني مش انا شهادتي هتبقى مجروحه، لكن شهاده الناس بصراحه عمل الدور حلو، استاذ احمد سمير وجهه بالطريقه الصحيحه يعني بالامان. هنشوفه يعني الان في اعمال جديده يعني ممكن بعد العمل. انا انا انا, أنا شايف ان السن ده بالذات ساعات بيتظلموا قوي يعني، ممكن ينجحها قوي يجي لما يكبر فتلاقي يحصل ما بينه وبين الناس كده صدام، كانوا شايفين كده ببراءة وبدأ يعني. فأنا شايف أن لا، الفترة دي خلاص بقى يركز في دراسته، عملت الدور اللي كان نفسك فيه وعملت التجربة دي، ركز وربنا يحفظك ويحفظ إخواتك. وأنا مش همنع حد من طموح يعني، حلمه لو حلمه يمثل أنا مش همنعه.
ايوه بس اوجهه للطريقه الصحيحه يعني. طب وايش صار مع رامز؟ انت السنه طلعت انت واحمد فهمي وسوى فيكم العمايل. انا عدت على خير يعني. انا احمد فهمي نزل بقى نزله كبيره فدماغي لغايه دلوقتي وجعاني، بس هي كانت حلقه حلوه لان انا سعيد ان جابوا لي يعني، كنا احنا انا واحمد مع بعض، واحمد ده من الناس الجميله. ايوه غير بقى ان رامز ده صاحب عمري. فعادي ما فيش مشكله يعني قابلين منه اي حاجه، بس بالامانه البرنامج السنه دي مختلف صح. مش برايي انا، جميع العالم صح كل احد بيتكلم عن هذا الموضوع انه يعني البرنامج مختلف، بس انت يعني واجهت الحيوانات شويه بقوه، حتى الرامز يقول لك انك انت حبتقرا عليهم تعويذه او شيء انك صدقت انك انت المداح. لا والله انا فاجئ لا ارادي وفضلت واقف للكلب. أيه. انا فضلت، انا اللي وقعني السير، انا لو ما كانش السير موجود انا كنت مكمل بقى انا وانت. والكلب لونه عاجبني شكله كده، في ديب عندنا في مسلسل المداح. قلت ايه اللي جابك هنا؟ عندنا في ديب كده شكله. انت عاد خلاص في المداح شايف كل حاجه هنا رامز، فبقيت ابص وفجاه لقيت نفسي بقيت مداح في اللحظه دي، مش عارف. ما انا برضو اصلا انا جاي من تصوير المداح على رامز، رحت صورت. ايوه فخلي بالك، هو الواحد بيفضل عايش بدور الشخصيه، بتبقى راكبه الواحد لفتره على فكره لغايه ما تعدي كده شهر شهرين تبقى رجعت طبيعي يعني. نرجع بقى سبونج بوب بقى تاني بقى. ايوه انت حماده في جزء خامس؟ ايوه والله ما اعرفش، هو في ناس بتقول عايزين جزء خامس، بس انا يعني انا اتمنى اعمل منه 10 أجزاء وأكتر. أوكي. والله بجد. بس لو اتعمل بطريقة حلوة تفيد الجزء اللي قبليه ويكبر ويعلم المداح، أنا ما عنديش مشكلة. أنا جاهز جدا. طيب بالتوفيق، وإحنا مرة بنشكرك أنك أنت يعني أعطيتنا وقت اليوم، إحنا عارفين أنه أنت عندك ضغط التصوير والكلام هذا كله، فشكرا لك جزيل الشكر. طبعا كان معنا من القاهرة النجم حمادة هلال، وكل سنة وإنت طيب مرة تانية يا حمادة، العمر كله إن شاء الله. كل سنة وإنت طيبة يا سارة، يا رب كل سنة وإنت طيبين، وبشكرك وإنت يعني نورتوني النهاردة والله. شكرا. أهلا من جديد. مريتا الحلاني طبعا فنانة لبنانية شابة، صار لها كذا رمضان بتطل على الجمهور كممثلة بعد ما عرفناها كمغنية. هذا الموسم مريتا مشاركة بمسلسل مختلف كليا، مو بس لأنه 15 حلقة، لا كثير صار في مسلسلات قصيرة من هذا النوع، لكن هذا المسلسل كمان حلقاته قصيرة، يعني مو أكثر من ربع ساعة كذا للحلقة. أما قصته فبتدور داخل دار للعجزة. ليتها عيرت بما هو يا هلا يا هلا، وش هالحلا كله؟ ما خبرت حدا اني جايه، تعالي معي. تعال انت بيت تتحمم؟ ما 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 قدرت اتحمم لانه جيتي والله جايبك. انت جيتي اليوم على غرفتي ما هيك؟ ايه قلي. هذا يمكن إليك بنسيتي جوا أو شيء. برات الدار كيف تقضي وقتك؟ بتحبي حدا؟ أنا وإنت ولا حد تلتنا. فضفضي لنا، شو اللي زيعجيك؟ عم فكر بأهلي اللي حطوني هون مشان ما بقى أتدخل بشؤونهم لأنه عم بزعجهم قلبي. ومعنا من باريس الفنانة الشابة مريتا الحلاني. أهلا فيك معنا يا مريتا. أهلا فيك، بونسوار، رمضان كريم علينا وعليك. كيف الأجواء في باريس عندك؟ حلوة كتير بس ساقعة. طيب سوري، نحن موقفينك شوية برا، خليك شوية معنا وبعدين أدخل الدف تاني. طيب لا بس مبسوطة. طيب أهم شيء أنت منورتنا. مريتا يعني خليني أقول لك إنه كل اللي بيصير في رمضان في ناحية، أنت عملك مختلف تماما، يعني عاملين فكرة مختلفة تماما، من وين جاتكم هذه الفكرة؟
هيدا العمل حتى صار بسرعة كتير كمان مع شركة الصباح. هو كتابة حوراء شريف وإخراج روبير كريمونا. مسلسل في معنا ممثلين كتير كبار، أساتذة كبار مثل الأستاذ أحمد الزين، روزي الخولي، ليلى قمري، جمال حمدان وعلي الزين. فأنا كانت تجربة لإلي سبيشل، فكنت أنا أصغر واحدة وأنا الممرضة بدار العجزة. وقضيت وقت كتير حلو بالتصوير. حبينا من خلال هيدا المسلسل، أول شيء هو غريب، يعني مثل ما قلت قصير، الحلقة حوالي 5 دقايق، فلايت كتير، بينعرض بعد الإفطار هيك، يعني قريب على القلب، مهضوم. بنفس الوقت عم نوصل من خلاله رسالة كتير مهمة ونضوي على موضوع كتير مهم. نحن صورنا هيدا المسلسل بدار العجزة الإسلامية ببيروت، فقضينا 8 أيام من الصبح لعشية هناك، قضينا وقتنا مع الممرضين، الدكاترة، مع المسنين. فحبينا أنه نضوي على هالموضوع، لأنه كتير ناس يمكن إذا بتقولي دار عجزة بياخدوها بطريقة يعني يمكن شيء مش حلو، بس نحن لما رحنا وزرنا شفنا قديهن بيعيشوا أجواء حلوة، وفي عن جد هيدا الدار كتير بيهتم بالمسنين، وهن بحسوا حالهم هناك بين العائلة. فكانت تجربة كتير مهمة لإلي، وخاصة برمضان، أنه نكون هالمرة عم بعمل مسلسل فيه رسالة إنسانية كتير مهمة. أي لا حلو. وأنتوا بتصوروا مريتا، هل مرت عليك مواقف أو أشياء اللي هي فضلت معاك أو أثرت فيك؟ أي أكيد، لأنه أنا بطبعي إنسانة كتير بحب اسمع واحكي واتعرف على الناس. فانا هونيك عن جد يعني تعرفت على كثير من المسنين يلي موجودين، سمعت قصصهم، تعرفت عليهم، فاكيد تاثرت لما سمعت بكل حدا معاناته. بحب دائما اتقرب واسمع، فلا كان في كثير مواقف، وفي مواقف كمان كثير حلوه وكثير مهضومه، وحسسوني عن جد انه انا بنتهم. يعني ما بخبرك الحب يلي حسيته هال8 أيام ما راح انسيه بحياتي. طيب بتحسي ميتة انك انت الان يعني متجهه اكثر للتركيز على التمثيل من الغناء خلاص؟ لا مش مزبوط، يعني على طول بنسأل هيدا السؤال، بس انا عم بعمل الاثنين. هلا انا موجوده بباريس لانه عم صور، كانت فيديو كليب جديد لغنية جديده، فلا على طول يعني عم بشتغل على الاثنين. ايش الاغنيه الجديده، تقدري تقولي لنا شيء منها؟ هلا هي غنيه جديده ديو مع ادونيس. فهي غنية بنفس الوقت تشبهني بس مختلفة، يعني فيها بيت حلو، جوها حلو كتير، ويعني ايه بحس عم أقدم شيء جديد، فبتمنى انه الناس تحبه. بتحسي مريتا انه يعني في انتي طبعا، وفي اخوكي برضو في عالم الفن برضو بيغني، الوليد، وفي نهاية اليوم انتو اولاد عاصي الحلاني، يعني كمان تحسي صعب انه يعني طول الوقت انه لانها بنت عاصي الحلاني، ومثلا المقارنات بينك وبين اخوكي واشياء من هذا النوع؟ لا، أنا أول ما بلشت كنت أتأثر من هيدا الشيء، وكنت حس فيه أكتر، بس هلأ أبداً ما بحس فيها. يعني بحس خلاص قدرت أرسم خطي، والناس تعودت علي وحبت الأشياء اللي عم أقدمها، لأنه كمان مختلفة عن الأشياء اللي بي بيقدمها ولا خي بيقدمها. صح وأنه بالعكس، لا متصالحة مع الموضوع. لا صح، انت اللي بتقدميه مختلف جدا عن خطهم. طب خلينا نتكلم شويه في الاشاعات. انت طبعا ان شاء الله اعتقد هذا الصيف بتكملي سنه على الزواج، يعني الفيرست انيفرساري بتكون حقتكم، بس اوريدي تكلموا انك انت يعني حامل، واوريدي قالوا انك يمكن توقفي شغل والكلام هذا كله. اعطينا فكره، في اي شيء صحيح؟ أكيد لا. أوكي. أول شيء أنا يعني ما بوقف شغل، مستحيل، يعني بالعكس
وحتى جوزي كتير بيوقف حدي بهذا الموضوع ولهيك أنا بحبه أكتر وأكتر يعني وماني حامل أكيد لما رح كون حامل أنا رح أعلن هذا الموضوع لأنه رح كون مبسوطة وبعرف أنه الناس اللي بتحبني رح تنبسط لي فأنا ما بخبي يعني مثل ما شفته دايما حياتي يعني على السوشيال ميديا عرسي شفته عرسي يعني كل شيء بحب شاركه مع الناس اللي بتحبني ايه طيب اذا تحكي لنا اكثر عن الاعمال بتمنى يعني شي نهار اكيد تصير بتحبي انك تكوني ام اكيد واليوم عيد الام ايه صحيح 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 كل سنه وكل الامهات طبعا بالف خير كل الامهات اللي عم بيحضرونا مامتك ايش رايها في على شغلك على شغلي سوري أنا بردانة شوي مشان هيك عم برجف يا ناس بحزنتني أمي كتير بتشجعني كتير بتتابع كل شيء بعمله كتير بتعطيني قوة بتعطيني وبحب فيها أنه مش دايماً بتزقف لي يعني بتقلي الحقيقة مثل ما هي واضحة بتقلي إذا في شيء لازم أشتغل عليه إذا في شيء مش حلو إذا شيء حلو وكتير بوثق برأيها وبحب نظرتها وكتير فخورة كتير محظوظة إنه هي أمي طب حلو فإيش مثلا سبق وقالت لك مش حلو كتير يعني أكتر شيء مش لما شيء ينزل قبل كل بعضنا عم نحضر هالغنية بشعة هيك بتقلك بشعة عرفت كيف مثلا ما بعرف انه بتعطي رايها او التابك او حيلا شيء بتعطي رايها فانا بسمع لرايها وبشوف انا اذا مقتنعه فيه وبشتغل على الموضوع لا يعني لا واضح انه يعني يبدو الامهات كلهم عندهم اسلوب لطيف في نقل المعلومه لانه برضو يعني انا امي كمان بتعطيني النقد باسلوب يعني غير بناء ابدا صراحه يعني فيبدو هم كده يحبوا يعطون الكلام كده بصراحه عارفه انه انا بحب هيدا الشيء فيها انه بالعكس بلاقي انه لازم الانسان يسمع الحقيقه مش دائما نطبطب يعني هيك انا صريحه بس بخاف على مشاعر الناس يعني ما بقدر هيك ايوه فهمت عليكي بس على العموم احنا نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في اعمال جايه غير الاغنيه ميرسي ايه اكيد في اغاني جديده عم بشتغل عليها كمان وفي مسلسل خلص تصويره حلو. كمان ان شاء الله هالسنه بينعرض وفي اشياء جديده كمان ان شاء الله ماريتا خلاص ادخلي تدفي بسرعه 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 شكرا لوجودك معنا انا فكره نزلت نسيت اقول لك نسيت اقول انه نزلت غنيه من يمكن جمعتين اسمها يوميات كمان أوكي. جديده طيب. بتحكي عن قصتي انا عن مذكراتي فكمان هيدي غنيه جديده نخلي الناس يسمعوها ادخلي تدفي بسرعه شكرا لك كانت معنا الفنانه الشابه ماريتا الحلاني شكرا لك مشاهدينا في امان الله